الرسالة على أرضية ميدان المرموم في هذا الصباح الجميل في تحديات هذا الانطلاقة الجميلة والرائعة. اليوم الخامس على التوالي ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي على انطلاقة هذا الصباح وسن اللقاية بإشعارات أصحاب السمو والشيوخ على ظهور الأصائل في هذه المؤسسات العملاقة والجميلة مع تنافس وتواجد المضمرين الحاضرين والمحضرين هذه النوعيات المنطلقة التي تأتي بهذه الانطلاقات. انطلق بحفظ الله ورعايته الشوط السابع في أشواط صباح هذا اليوم وسابع الأشواط الخاص بالجعدان المحليات الأصايل ونسير مع المركز الأول وهج الند الشبع تقدم شاهين اللي يتصدر القائمة وسالب سعيد في عملية التضمير بينما يأتي في المركز الثاني البارع لاسمه الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد النهيان وعامر بن محمد بن عبيد المزروعي يتولى عملية التضمير بينما المركز الثالث وهذا هو الأدلم نعم هذا الأدلم من هجن الرياسة يضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم الأدلم ويأتي داس كذلك من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري والمركز الخامس في هذه اللحظة يتواجد في المركز الخامس غازي من هجن الرياسة يضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي والمركز السادس أشوف الدخول من الشعار الأحمر عناد تعود ملكيته من هجن الرياسة أيضا يضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من الجانب الآخر شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يتقدم كذلك في هذا الانطلاق وياتينا بشاهين اللي هو عبد الله بن ثعيلب الهايري وتداخلت شوف الدخول ما شاء الله السريع للغايه في هذا المسار ما بين الجعدان شوف اللي يتدخل اللي هو الصايد لاسمه الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم علي بن يمع الغويص يضمره واتانا كذلك اللي هو المحيط من هجن الرياسه مع راشد بن محمد السم المنصوري وبقول هناك المركز السادس هجن ند الشبا يضمر سالب سعيد بينما المركز السابع هذا براق من هجن الرياسة ضمر سيل بن داري الفلاحي والمركز الثامن يتقدم في شاهين من هجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي والمركز التاسع هذا هو غازي من هجن الرياسة يضمر أحمد بن مطار بن مايد الخيالي والمركز العاشر هذا بنقول رقم 16 اللي وصل شامان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شينان المري اللي يتولى عملية التضمير يا سلام هذه الأسماء الحاضرة في هذا الشوط المنطلقة مع هذا الاندفاع هذا الانطلاق الشيق والجميل الذي يأتي مع لوحة 2 كيلومتر في 5 كيلومترات ومقادرتها في هذا الانطلاق وهجن الرياسة على رأس حربة هذا الشوط تتقدم لنا هذا داس اللي مسيطر على المركز الأول يتربع على عرش المقدمة من هجن الرياسة بالشعار الأحمر والمجازف محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري وسعيد كذلك مركز ما شاء الله ومقدم هذه النوعيات الجميلة في هذه الصباح وفي هذا الانطلاق المركز الثاني هذا شاهين من هجن ند الشبا كذلك يقدم هذا العرض الجميل وهذا التحدي الرائع وسالب سعيد في متابعة تضميره وتدريبه يا سلام
بدأت التحركات، بدأت زادت السرعة، هجن العاصفة أتت بشاهين وشاهين على المركز الثالث والرابع، وغيوث الهلالي غياث الليالي كذلك يقدم هذه الانطلاقات. لوحة الإعلان إلى 1200، إلى 1200 انطلقت فيها هذه الأسماء، انطلقت هذه الشعارات. يا سلام، ولا زال اللي في المركز الأول داس على المركز الأول من هجن الرياسة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي يتولى عملية تضميره، بينما هجن العاصفة تطلق على المركز الثاني بشاهين، والمركز الثالث شاهين، وغياث الهلالي كذلك بيقدم هجن العاصفة. واداها وانطلاقتها تحديات وانطلاقات، وملتقى ملتقى ملتقى جميل جميل للغاية، جميل للغاية. يتمنون الجماهير، يتمنون المتابعين المشجعين لهذه الشعارات، لهذه الانطلاقات مع المؤسسات العملاقة والجميلة في عالم الأصايل، في عالم الأصالة. في هذا الانطلاق نسير مع المركز الأول وشاهين غير، شاهين من هجن العاصفة قاد الشوط، انطلق بهذا الاندفاع هجن العاصفة على المقدمة، وشاهين اللي ينطلق اللي يندفع في 400 متر الأخيرة ليعلن الفوز. المركز الثاني اللي غير على ثاني المراكز المحيط من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم يضمره، والمركز الثالث اللي هو داس من هجن الرياسة يضم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري وشاهين. هجن العاصفة على المقدمة، شاهين والأمتار الأخيرة، شاهين من يعلن الفوز ويعلن الناموس. تهانينا لهجن العاصفة والتهنية لغياث الهلالي على فوزي شاهين وهجن العاصفة بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني المحيط من هجن الرياسة داس في المركز الثالث، من هجن الرياسة شاهين في المركز الرابع، من هجن العاصفة المركز الخامس شاهين، من هجن ند الشبه. هكذا كانت النتيجة لهذا المسار وهذا اللقاء الجميل والرائع والشيق. عودة إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات. التوقيت الزمني على شاشة التلفزيون 7:27، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز شاهين، شكرا غياث الهلالي. بينما 7:27، 8 أجزاء من الثانية. المركز الثاني اللي هو المحيط، تهانينا لهجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري في هذا الانطلاق. بينما المركز الثالث توقيت الزمني على شاشة التلفزيون 7:28، 8 أجزاء من الثانية. هذا داس من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا لجميع الفائزين.